ركز معايا في حياتي. خروف محشي، حمام محشي. أبغاك تشوف. شوف الجمال. أنا هنا أساعدك حبيبي. أيوه. تسحب. أسحب. نطلع أول واحدة. شوف. أيوه شوف. أيوه شوف. 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 دقيقة. شيك هنا. الحمامة إيش؟ متحمرة. والخروف إيش؟ متحمر. بس إيش؟ أرجع ورا كده بس. أيوه. بس إيش؟ في قلبك. في قلبك. في قلبك. شوف معايا. شوف معايا. الخروف المحشي، حمام محشي مع الشيف منصور. السر في اللون والجمال في الحمامة. حنقليها قبل ما نحشي. يعني حتاخد ايش هي دي؟ التتبيلة الحلوة الجميلة مع معجون الطماطم مع الفلفل الأسود. أيوة. ورشة هيل خفيفة. هذا بعدين موية ولا ايش؟ وموية وزيتها وجاهزة. حلو. وننزلها قلية حلوة. أيوة. 10 دقائق. 10 دقائق يا جماعة. بالضبط. أخذت اللون الجميل. شوف اللون معايا يا أبو الهش. شوف الله. اللون اللي يشكي ويحكي. تحمرت وما استوى. نعطيها بس بصلة كده. فقط بصلة كده للحبايب. تسحب الزفارة كاملة وقت السوى الكامل. الله. ونجيب الخروف الجميل. هذا الخروف. ونبدأ نحشي فيه حبة حبة. الحمام. إيش عندنا هنا؟ وعندنا هنا شوية خضروات. أيه. حسب الرغبة. عندنا البطاطس والفلفل والجزر. يا تقلي ربع قلية أو تحطه دايرك. إذا أعطيته ربع قلية إيش بيصير؟ ألذ شويته. الله. الآن نعيش في الحشوة وندهن الخروف بتتبيلة الطماطم. من أسباب نجاح الطبخة شيء رئيسي، تستخدم صنيتين. واحدة مخرمة والثانية مفولة. يطلع البخار. يطلع البخار يخلي اللحمة تستوي. تستوي وطرية ومحمرة في نفس الوقت. الله. وبعدها التكفين الصحيح 100% بست لفات على الأقل. ستة يا ابن الحلال. أقل. نخلص علبة القصير أنا على كده. إلى ما تنطلق برا المطبخ وتقفل. ستة مرات يا جماعة نتقفل. ستة. بهذه الطريقة حنكتم الحرارة جوا وبالتالي حيطلع معنا اللحم ذايب. هذه هي 6 لفات. كذا حلوين؟ حلوين. إيش باقي؟ أبغاك تخليه 4 ساعات على أعلى حرارة عندك يا أبو الهش بالبيت. الله. 4 ساعات. وافتح وشوف اللي يشكي ويحكي. حبيبي. وهذه هي بعد 4 ساعات متكمرة ونار يا جماعة. نار بصل أخضر فلفل وثوم مقلي. خليها تمطر. والآن إيش؟ نغطي العروسة. الحين تفك إيش الطرحة من العروسة. وكذا طبقنا الجميل صار جاهز علينا وعليكم بالعافية. أبغاك تشوف الجمال بعد شوية. وقت شوف معايا. شوف الجمال. الخروف محشي ومتكمل وهذه الحمامة. ايش نقول؟ حياتي حبيبي يا شيف. حبيبي ايش سويت فينا؟ محمرة جوا بطن الخروف. الله. حشوتين في بعض في القلب توجع. بالله كده طلع لنا الباب الخلفي. شوف اول شيء الباب الخلفي. ايوه هذا الباب الخلفي. شوفوا درجة الاستواء اللي طالع فيها الخروف. والآخر وردي. شوف كيف ناكل. ورينا كيف. سؤال جميل ومهم. تسحب من اللحمة. أيوه. تحط معاها واحدة من الثوم المقلي سويناه. ايوه معاها صلاية. ايوه بس انا بعدين. لا 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 بعدين تاخذك غطة كده تطلع بالطحينة وتروح. وهنا نقول ايش؟ حياتي. تاريخي. تعال ابغاك تشوف. شوف الحمامة كيف. كلام كبير. شايف كيف ذايبة من الآخر. الله الله عليك. الله لازم شيء أساسي. الله الله.